اخبار اليوم كنتش فيها علشان نحسن من مستوانا سواء في مستوى الاعلان عن اسوان او في مستوى الاداء نفسه لو حد عندنا في اسوان او في مستوى او الحاجات اللي نحسن بيها نفسيا عشان لو حد جالنا يرجع تاني مش يجي ما يروح ما يرجعش بعد كده تاني وهكذا يعني. فنبتدي كده من اليمين ونلف كده تاني زي ما قلنا من الاسماء كده ولا تعمل نبتدي من الشمال؟ انا عايز اسمع برضه. طيب هنسمع بقى السبع برضه. اتفضل. بالنسبه بتكلم عن السياحه الثقافيه طبعا اهميتها مش للعاملين بس في مجال السياحه لان هي ركيزه